نعم زميلتي، الأجواء اليوم الاثنين وكما أشار بعض الخبراء الأرصاد أن اليوم هو البداية الفعلية لانخفاض درجات الحرارة على أطراف شمال المملكة وأيضا على منطقة تبوك. وإذا كنا يعني المرتفعات إذا كنا نتحدث عن انخفاض درجات الحرارة فاحتمال كبير أن تتساقط الثلوج على المرتفعات في منطقة تبوك، جبال لوز، الظهر، علقان. وهذا أيضا ما أكدته الأرصاد بحول الله وبمشيئته أنه احتمالية كبيرة لتساقط الثلوج على هذه المناطق. هذا بالنسبة لهيئة الأرصاد. وأيضا بعض خبراء الأرصاد هنا في تبوك تحدثوا عن أنه الانخفاض في درجات ملموس في هذا اليوم، لأنه يوم أمس سجل انخفاض درجات الحرارة إلى 3 درجات، لكن اليوم ستلامس الصفر مئوي. ويعني نتكلم عن بداية فعلية، وكما تظهر الصورة لو زميلي جمال، لو الصورة على الغيوم هنا فعلا بداية المنخفض واضحة، يعني تراكمات من السحب ربما ينتج عنها تساقط ثلوج على المرتفعات، وأيضا أمطار إن شاء الله، وربنا يرزقنا إن شاء الله بأمطار خير وبركة تعم منطقة تبوك وأرجاء المملكة. نعم.